السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا فيديو جديد مع بعض. فيديو النهارده مميز جدا. فيديو النهارده بالنسبه لي من الفيديوهات فعلا اللي تستحق ان احنا نتفرج عليها وناخد منها طاقه ايجابيه حلوه جدا. طبعا السيده اللي معانا في فيديو النهارده سيده من ذوي الاراده. هنشوف طبعا في فيديو النهارده حاجات حلوه جدا وحماسيه والطاقه الايجابيه اللي هتديها لنا، وفعلا هنعرف في فيديو النهارده حاجات حلوه جدا. بس طبعا قبل ما نكمل الفيديو مع بعض، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها. السيدة بتاعت فيديو النهاردة بتثبت لنا فعلا ان العجز ده موجود في عقول الناس مش في اجسامهم ابدا، لان طبعا زي ما احنا شايفين هي بتمارس حياتها طبيعي جدا، على الرغم طبعا ان ممكن تكون ظروفها الصحية فيها ظروف مرضية كبيرة شوية، ومع ذلك طبعا تغلبت على كل ده بمجهودها وبطاقتها الإيجابية اللي بتديها للناس، وكمان برضو بحكم طبعا ان هي سيدة متزوجة ومعاها كمان طفل صغير. هنشوف طبعا النهاردة قد ايه بتحاول تعيش حياتها كإنسانة سوية وإنسانة طبيعية جدا، وبتثبت لنا فعلا ان العجز ده موجود في عقول الناس مش في أجسامهم أبدا، لأن طبعا احنا بنشوف في حياتنا الشخصية كتير، ويمكن كتير مننا الحمد لله صحته كويسة، ومع ذلك بيتكاسل ان هو يعمل حاجات كتير، بيشوف نفسه مش قادر يقوم، بيشوف نفسه لا انا هنام بقى تحت البطانية واتدفى، مش هقوم واتحرك واعمل الشغل المطلوب مني. كتير جدا مننا بيبقى كسول في حاجات كتير جواه عجز شخصي بقى، مش العجز كعضلات وكجسم معين، لا بالعكس. طبعا هي النهاردة لو لاحظنا كده بتمارس حياتها الطبيعية زيها زي أي زوجة. هنشوفها كمان النهاردة وهي واقفة في المطبخ بتغسل بتطبخ بتنشر كمان الهدوم، بتعمل حاجات كتيرة جدا زيها زي أي سيدة طبيعية جدا. حتى كمان ورق العنب المشهور طبعا جدا في تركيا او المحشي عامه بدات كمان تعمله بنفسها، مجهزه الخلطه وهي قاعده كده بدات تلف المحشي زي ما شفنا مع بعض. هنا كمان برضو كده بتشغل غساله الاطباق، ولو جينا نلاحظ ان المطبخ مجهز يعني يبقى مناسب ليها جدا. حتى التلاجة جايبة تلاجة برضو حجمها صغير شوية تبقى مناسبة طبعا لإمكانياتها، ومع ذلك ما شافتش ان في اي حاجة تقدر تعطلها عن حياتها نهائيا، على الرغم طبعا ان كان ليها ظروف صحية ومرضية كتيرة جدا، وشفت لها مقاطع من الفيديوهات وهي كانت في المستشفى بتعاني وكده. بس مع ذلك انا ما حبيتش انشر لكم كمية الطاقة السلبية او المرض اللي ممكن تكون مرت بيه، وحبيت طبعا ناخد الجزء الايجابي في حياتها. يعني طبعا هي بتقول يعني في اكيد ظروف مرضية معينة هي بتمر فيها في حياتها، وظروف كمان كويسة، ومع ذلك طبعا الجانب الايجابي في حياتها اكبر بكتير من الجانب السلبي. تعالوا نشوف هنا كمان برضو كده زوجها وهو بيساعدها، سواء طبعا بيجهزوا بيتهم بنفسهم، بيساعدها ان هم يرتبوا حياتهم مع بعض في تربية ابنهم، بيساعدها كمان في المطبخ، وهي كمان كل حاجة بتقوم بيها على اكمل وجه، مفيش اي حاجة بتتغاضى عنها نهائيا. هنا كمان كده جوزها بيحاول كمان كده ان هو يسرح لها شعرها، لو بيساعدها كمان بحاجات بسيطة جدا، بس هي شايفة قد ايه ان هو بيساعدها في كل حاجة وبيكمل معاها جزء اساسي في حياتها. هو ده طبعا الزوج المثالي. تعالوا كده كمان نشوف دلوقتي مع بعض الجزء كمان اللي بتقوم فيه في بيتها. هنا طبعا كانت خلاص كنست البيت عندها، وضبت بيتها كويس جدا، بدأت تمسح كمان برضو كده زي ما احنا شايفين بالممسحة اللي في ايديها دي، يعني زي ما قلت لكم كل حاجة بتحاول تعملها بنفسها زيها زي اي انسان طبيعي. وهنشوف كمان مدى ثقتها بنفسها، لدرجة كمان هنشوف اهتمامها بنفسها في مواقف كتير حلوة جدا. دلوقتي طبعا ما تنسوش ان انتوا تحطوا لها احلى لايك، لان هي فعلا تستاهل ان احنا نشجعها باللايك. هنا كمان برضو كده بدأت تدخل معانا المطبخ وتجهز غسالة الأطباق، يعني بتقول طبعا في حاجات كتير أكيد بتوفر عليها مجهود في البيت، زي مثلا غسالة الأطباق بتلم فيها طبعا كل المواعين بتاعتها، يعني حاجات كتير هتسهل عليها وقوفها في المطبخ. ومع ذلك طبعا حاجة زي البوتاجاز هي بتعملها بنفسها، بقيت كمان الحلل بقيت المواعين اللي ممكن تكون صعبة بالنسبة لها، بس مع ذلك هي بتعملها بنفسها بحيث تتحدى أي صعاب ممكن تقابلها.
زوجها هنا كمان برضو طبعا كده ليه دور اساسي كمان في حياتها، بتقول بيساعدني في حاجات كتيرة جدا. اي نعم هو بيشتغل وله شغلانة او وظيفة معينة، ومع ذلك بيروح البيت ويبدأ يساعدها في كل حاجة. الواحد بقى بيتفرج على الفيديوهات دي وبياخد منهم كمية طاقة ايجابية يمكن اكتر من الناس العادية. يعني طبعا اللي يشوفها كده يقول فعلا الحمد لله على النعمة اللي هو فيها، زي ما هي كمان طبعا بتحمد ربنا وشايفة ان حياتها مستقرة جدا، شايفة ان حياتها حلوة جدا. تعالوا نشوف كمان برضو كده جزء من الطاقة الإيجابية اللي في حياتها. بتقول طبعا انا مش بنكر ان جوايا حتة كبنوتة او كسيدة حابة تهتم بنفسها، مرة تعمل شعرها كيرلي زي ما شفنا مع بعض، مرة تعمل شعرها كده بالطريقة اللي احنا شايفينها دي دلوقتي مع بعض. وبتشكر كمان برضو هنا طبعا الكوافير اللي عملها شعرها زي ما شفنا كده كمان دلوقتي مع بعض، وفرحانة قد ايه ان هي عملت شوية تجديدات وتغييرات في شخصيتها، سواء طبعا في شعرها، اهتمامها بنفسها، وبتنزل كمان طبعا السوق بنفسها وتنزل الماركت. يعني مفيش اي حاجة بالنسبة لها صعبة، هي شايفة ان كل حاجة بتعملها زي ما هنشوف كمان دلوقتي مع بعض. هنا كمان طبعا كده بتعمل كل الوجبات الأساسية حتى لو وجبات صعبة ودسمة بالنسبة لها، إنما هي كمان بتعمل كل حاجة. يعني بتقول وجبة الغداء الأساسية فطار غدا عشاء، زي ما نشوف طبعا السفرة التركية بتبقى شكلها شهي جدا وشكلها يفتح النفس، فهي طبعا متعودة على كده وبتحب تعمل كده وتقدم طبعا السفرة متكاملة زي ما بنشوف دلوقتي مع بعض. تبدأ تجهز الفطار، بتعمل كمان طبعا كاسات الشاي. هنا كمان برضو طبعا زي ما قلت لكم جزء من خروجاتها، وهي كمان نازلة تتسوق كده بنفسها، يعني بتمارس حياتها طبيعي جدا. هنا كمان كده زوجها حب يفرح ابنها بصورة سبايدر مان اللي احنا شايفينها دي دلوقتي، فهنا طبعا ابنها قد ايه فرحان جدا بيها، وبابا طبعا بدأ يحط له الصورة اللي هو حاببها كده عنده في الحجرة بتاعته زي ما احنا شايفين. وهنا طبعا الولد حب يشكر بابا ان هو عمله الحاجة اللي كان نفسه فيها. هنا كمان برضو كده جزء من تنظيمها بالمنظمات اللي احنا شايفينها، جابت ملايات السرير، الكفرات، الكوفرتات، الحاجات دي كلها، وبدأت كمان تطبقها وتحطها طبعا بصورة منظمة جدا في الكفرات اللي احنا او في الصندوق اللي احنا شايفينه ده دلوقتي مع بعض. الواحد دلوقتي طبعا كده بيتفرج عليها وهو قد ايه طبعا سعيد ان في ناس بتتحدى الصعوبات اللي موجودة في حياتها. يعني دي طبعا من الناس بقى كده اللي تديكي فعلا دافع ان انتي لو وراكي حلم معين او حاجة معينة نفسك تحققيها فعلا هتحققيها، مفيش حاجة صعبة بالنسبة لنا ابدا. اي نعم الواحد ممكن يمر يعني بظروف صحية او بظروف نفسية، ضغوطات في حياتك معينة تخليكي عاجزة ان انتي تعملي حاجات كتير، بس لما بتبصي كده قدامك وتشوفي ناس زي دول بيدوكي طبعا طاقة ايجابية اكتر بكتير من الاول، بتقولك لا يعني في تفكير كده او نقطة معينة الانسان بيمر بيها وتيجي تبصي تقول هي دي النقطة الفيصلة اللي في حياتي ان انا لازم اقف عندها وابدأ اكمل حلمي. فهي طبعا هنا ما شاء الله عليها بتمارس حياتها طبيعي جدا، حياتها نشيطة جدا، بتمارس دور الامومة، دور الزوجة زي ما شفنا مع بعض، يعني قد ايه حياتها حلوة جدا. حتى كمان المعجنات شاطرة فيها، كل حاجة حلوة فيها فعلا. طبعا أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا تشجيعكم ليها باللايك والاشتراك في القناة عندي، وكمان أشوفكم على خير بإذن الله في الفيديوهات الجاية، ومع السلامة.